واحد من انواع الفالفز اللي هي بتستعمل لما يكون في احتياج ان احنا نستعمل اسطوانه اكسجين هو حاجه بنسميها البريشر ريدكشن فالف. البريشر ريدكشن فالف يعني في فكره شبيهه بفكره الجزء بتاع الاي بي ال اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه اللي هو البريشر ليميتنج فالف. بيبقى في عندي برضو هنا سبرينج وفي عندي هنا الهواء اللي جاي اللي داخل عندي من الهاي بريشر بيدخل عندي في الشامبر دي، بيبقى اوبوزد باي السبرينج اللي موجود عندي هنا ده، والسبرينج ده بيحاول يضغط ده لتحت. فبيسكلي جزء من البريشر اللي موجود عندي هنا هي بس مجرد هيبقى موجود عشان يخلي دي مفتوحه، عشان يبقى بيسكلي دي ما تنزلش تحت خالص، وبالتالي يبقى في عندي باث هنا يخرج الهواء. فبالتالي جزء من البريشر بيضيع عشان يعادل البريشر اللي جاي من الطريق السبرينج الموجوده هنا دي، وبالتالي البريشر اللي خارج هنا بيبقى ريديوس بريشر. ممكن نلاقي ديفايس زي كده موجوده، وديفايس زي كده بتبقى يعني بيسكلي بيدخل عندي الجاس من هنا، بيبقى زي ما انتم شايفين كده ممكن تركب يعني دي اسطوانه الاكسجين ده بيبقى راكب عليها بالشكل ده كده، ويبقى في عندي الجزء اللي هنا دوت بقدر ادجستد بحيث ان انا احدد البارامتريك بريشر اللي خارج هنا يكون كام. عاده بيبقى عاوزين ان الريدكشن يحصل للبريشر لحوالي 4.1 بار عشان يماتش الاكسجين اللي جاي عندنا من الميديكال جاس سبلاي. فلو احنا عندنا بنتكلم على السيلندرز، سيلندرز بنتكلم على بدل ما 4.1 بار بنتكلم على اقل واحده فيهم 137 بار. طبعا يعني بريشر اعلى بكتير جدا، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه يعني بالفالفز الموجود عندنا، يستحسن ان احنا نقلله 4.1 بار بحيث حتى الجزء اللي داخل الاير اوكسجين بلندر ما يبقاش فيه تغيير، يبقى هو نفسه معتمد ان داخل 4.1 بار عند الاير و 4.1 بار عند الاكسجين، وهم الاثنين يتعمل لهم ميكسنج بالطريقه السليمه. طبعا بنتكلم على ان طبعا ممكن يبقى في عندنا حاجه ادجستبل بالشكل ده كده، يبقى في عندنا يعني هنا دايل كده بنحدد بيه البار اللي احنا عايزينه في الاوتبوت بيساوي كام، وممكن اكشوالي بعض الاحيان يبقى في فيكست بريشر ريدكشن فالف، يبقى مثلا حاجه زي كده مثلا بيبقى مكتوب عليه مثلا الاوتبوت بتاعه 415 مثلا او 410 كيلو باسكال، هي بتبقى عباره عن 4.1 بار، قريب من 4.1 بار. اوكي، فبيسكلي بنتكلم على الوضع اللي عندنا هنا دوت، بيبقى ده هنا بيبقى فيكست بريشر ريدكشن فالف، بعض الاحيان بيبقى ممكن يبقى فاريبل زي ما احنا شايفين هنا في الحالتين دول.